في ظلال السيرة، في مجلس مفروق. مشى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما بين خيام منى، حتى توقفوا أمام مخيمات بني شيبان بن ثعلبة، وكان قائدهم يدعى مفروق بن عمرو. كان رجلا وسيما قد أرخى جديلتيه على صدره، ومعه رجل الدين هانئ بن قبيصة، ورجل الحرب المثنى بن حارثة وغيرهما. فسأله أبو بكر عن عددهم فقال: نزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة، وإنا لأشد ما نكون حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله. ثم تأمل تلك الوجوه المشرقة، فأدرك أنه أمام من ملأت أخباره الدنيا، فقال: لعلك أخا قريش. فتقدم صلى الله عليه وسلم فجلس، أما أبو بكر فلم يجلس، بل قام ونشر يديه بثوب يظلل نبيه من حرارة الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى الشهادتين: أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله الغني الحميد. تعجبوا من إجلال أصحابه له، وصدعت قلوبهم كلمات المولى حين تلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فاعترف مفروق وقال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم تكلم رفاقه فأخبروه أن بينهم وبين كسرى معاهدة ألا يحدثوا حدثا ولا يؤووا محدثا، وأن دعوته هذه يكرهها الملوك، لذا قدموا اقتراحا بأن ينصروه إن تعرض لاعتداء من العرب لا من الفرس. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم قال كلمات تمطر معتنقيها بمستقبل أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال أحدهم: اللهم فلك ذلك. فتلا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم ودعهم ومد يده نحو أبي بكر ونهض قابضا على يد الصديق وهو يثني عليهم ويقول: أية أخلاق للعرب كانت في الجاهلية، ما أشرفها، بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. ثم تحرك مع صاحبيه قليلا، فاستقبلتهم خيام كالعطور، استقبلتهم أكرم وأجمل خيام في الدنيا. في ظلال السيرة.